سرقت عصابة سطو المسلح أحد المحلات في محافظة النجف جنوب العراق، والفيديو التالي لإحدى كاميرات المراقبة التي رصدت هذا الحادث. نرجو من القوات الأمنية الالتفات والانتباه على هؤلاء الأشخاص قاموا بسرقة أحد الأسواق في المطار. دول اثنيناتهم شايلين سلاح ترى. هذا التاريخ والوقت مضبوط مو؟ مضبوط. اي نقول مضبوط. دخولهم المحل. عصابة مسلحة أخرى قامت بسرقة مبلغ مالي من عجلة مدير شركة بحي السعد بمحافظة النجف في ظل عجز واضح للقوات الحكومية في ملاحقة أو محاسبة هؤلاء. حتى بالجنطة بسرعة ندب قرب العظم ومن يجي هنا في ذا توقفين؟ ما يبين.